أتوقع الموقف الأمريكي الميداني مرتبط بالموقف السياسي والدبلوماسي للولايات المتحدة الأمريكية أيضا في التعامل مع إيران ومحاولات يعني كل دول 5+1 بإعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي من جديد. ولذلك ربما نشاهد هذا الثبات في الموقف الأمريكي على الأقل داخل ميدان العمليات الذي تعتبره الولايات المتحدة الأمريكية أمنا استراتيجيا لها، وأتحدث هنا عن قواعدها في العراق وجنودها في العراق إلى آخره. الانسحاب الأمريكي الآن من العراق سيحدث يعني بدون التوصل إلى عودتها إلى الاتفاق النووي ووضع تفاهمات مع الجانب الإيراني، سيحدث هذا الخروج من العراق حاليا ما يسمى بالفاكيوم أو الفراغ الذي من الممكن أن تملاه إيران بميليشياتها بمنتهى السهولة، وتتعقد الأمور وتتأزم داخل العراق، وتكسب إيران أرضا جديدة داخل العراق بصورة تثبت فيها أقدامها داخل هذا البلد العربي الشقيق، وبالتالي تصعب الأمور في التعامل السياسي والعسكري أيضا مع الجانب الإيراني من قبل الولايات المتحدة. لذلك ربما تنصيب هذه الصواريخ الجديدة حتى لو كانت التكلفة عالية على الولايات المتحدة الأمريكية إلا أنها تراها يعني ضرورية لعمقها المتعلق بالأمن القومي الأمريكي والاستراتيجي.